بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. صباح النور. النهارده عندنا ايه معزيه جميله من سفر ايوب صح الخامس عدد 16 بتقول: فيكون للذليل رجاء وتسد الخطيه فاها. يكون للذليل رجاء وتسد الخطيه فاها. عايز اقول لكم ان الايه دي هي ملخص سفر ايوب. يعني ايوب كان ذليلا طول السفر وفي الاخر كان له رجاء، فعادت لأيوب كل ما فقده عاد له مرة أخرى. حقيقي أيوب مثال للإنسان المتألم، هو مثال نموذج صارخ للإنسان المتألم اللي عايش متذلل وفي الآخر كان له رجاء وربنا أنعم عليه بكل النعم اللي كان فقدها وأعطاه أضعاف مضاعفة. أيوب كان يتعرض لتجربة شديدة، ربنا سمح بتجربته. قعد أيوب وحواليه أصدقائه، أيوب هو قاعد متألم ولا يتكلم، وفضل كده كتير هو وأصحابه لحد ما ابتدى يشتكي. أول ما ابتدى يشتكي مجموعة من أصحابه ابتدت تتكلم. أول واحد فيهم اتكلم واحد اسمه أليفاز. أليفاز ده هو الآية للآية الجميلة، وقال مجموعة من الحكم ومجموعة من الآيات صحيح قالها مش في وقتها لأنها كانت في الوقت ده قاسية على أيوب، ولكنها كانت آيات جميلة معبرة. فقال إن الذليل له رجاء، الذليل له رجاء. طب هو مين الذليل؟ الذليل ده بصراحة نوعين، في واحد بتذله الظروف، واحد بتذله الخطية، واحد بتذله الشهوة، واحد بتذله التجربة، واحد بيسمح الله له بالتجارب فتذله زي أيوب، وواحد تاني بيتذلل بيبقى ناسك بيتعبد بيقمع جسده ويستعبده. فبصراحة الذل نوعين، ذل يجي لك من بره وذل انت تعمله لنفسك من جوه، وفي الحالتين لنا رجاء. طب ايه هو احبائي مفهوم الرجاء؟ الرجاء ده هو امل المسيحيه. يعني احنا لنا رجاء في المسيح، المسيح هو رجاءنا الوحيد. احنا عايشين بالرجاء، عايشين بالامل. ايه هو املنا؟ املنا الابديه السعيده، املنا نخش السماء. عشان كده وعد الله لنا بالخلاص لما سقط ادم وحواء، كان وعد ان هو يخلصنا، ده وعد رجاء وعد امل. وعشان كده طول الوقت لازم يحيا الانسان على الأرض وهو عنده رجاء، عنده أمل في أن بعد الظلمة يجي نور، بعد المرض يجي شفاء، بعد الألم يجي راحة. لازم يكون الإنسان عنده رجاء أن في وسط هذا العالم، بحر العالم وألامه وأمواجه، في صخرة نحتمي بها، والصخرة زي ما قال الكتاب المقدس الصخرة هي المسيح. عشان كده الآية دي آية قوية لكل ذليل رجاء. الرجاء أحبائي ممتد إلى أبد الآبدين، ومنذ التاريخ الأول للخليقة كان لآدم والنسل آدم رجاء، كان لجميع الخطاة رجاء، كان لنا نحن رجاء على الصليب بالمسيح يسوع ربنا. أبونا إبراهيم قعد عمره كله عقيم ولكن كان له رجاء وصار أبا لجمهور. يوسف الصديق تذلل ذل من إخواته، ذل في السجن، كل الناس تعبوه ولكن كان له رجاء فصار رئيسا لمصر، صار نمرة 2 بعد فرعون. كل القديسين حتى يعقوب، يعقوب قعد مدة طويلة صحيح متعب شوية في بداية حياته الأولى، ولكن لما بقي كويس ضاع منه ابن يوسف. لما ضاع ابن يوسف ابتدى يتذل، ذل فقد الابن هو ذل عظيم، ومع ذلك كان له رجاء فرجع يوسف ليعقوب وصار يعقوب قديسا من اباء وبطريقه العهد القديم. الايه بتقول لكل ذليل رجاء. عشان كده عايز اقول لكم اني افرح ان انت بتتعرض للتجارب، لان طول ما بتتعرض للتجربه وتؤمن بها وتشكر عليها وتجاهد الجهاد الحسن من اجل ان انت تعدي التجربه دي، هيكون لك رجاء ابديه سعيده، هنا في السماء، صحبه القديسين، رؤيه الله والملائكه. طب وإذا كنت عايش حياة سعيدة مرفهة، خلي بالك اوعى تستمتع بهذه الحياة وتنسى ان في أبدية محتاجة جهاد ورجاء. عشان كده ان كنت مرفه لو سمحت تذلل، تنسك، صوم، صلي، تعبد، وتأكد ان وانت بتعمل ده يقول كده تسد الخطية فيها. احبائي الشيطان يجول كأسد زائر يتمس من يبتلعه. مين هو قادر على إن هو يسد أفواه الشيطان وأفواه الخطية؟ ربنا يسوع المسيح، قوة المسيح، محبة المسيح، رعاية المسيح. ربنا اللي خلقنا بيرعانا، وربنا اللي خلقنا وبيرعانا فدانا، وربنا اللي فدانا هو حمانا، ولما هو يحمينا هو هيكمل معانا
إلى أبد الآبدين، يسد الخطية أفواه الخطية عنا، وفي نفس الوقت يوصل بينا إلى مرحلة السعادة والرجاء، وإحنا كلنا ما عندناش غير أمل واحد إن إحنا نحيا حياة نهائية سعيدة مع المسيح ربنا في المجد. أتمنى لكم رجاء وأمل، حياة مليانة بالأمل والتفاؤل، مليانة بانتظار مجد الله، مليانة بانتظار عمل الله، ولنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.